هذه كرة على جهة اليمين، أبو سهيل يحاول يعيد كرة داخل منطقة الجزاء، وفرصة وفرصة، يا سلام، أجمل هذا الهدف، روعة 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 هذا الهدف، هدف عن طريق اللاعب لوفريتش، ساندي أوفريتش يسجلها بطريقة رائعة، ولكن أيضا يهندسها ويصنعها توفا من أول المباراة، عامل عمل ممتاز بهيئ كرات اللي في غاية الخطورة لزملائه، وهو يهيئها إلى ساندي لوفريتش الذي يسجل الهدف الأول لأودينيزي بعد 9 دقائق من البداية. ها هي، شوف حتى أبو سيل عمل فيها عمل ممتاز، ها هي هذه كرة أمامية، تمريرة ممتازة لو مرر على جهة اليسار، مرر بالفعل عند اللاعب فان دي بوت اللاعب البلجيكي. التعادل، التعادل من البلجيكي فان دي بوت، ياري فان دي بوت يتعادل بتسديدة أرضية مباغتة من أول محاولة على مرمى أودينيزي، ولا يصدق أندريا سوتيل أن فريقه فقط تقدمه بهذه السرعة التي ربما تكون سرعة فائقة، يفعلها البلجيكي فان دي بوت، ويتعادل توماسو بياشي. تعود الكرة، بيتو خطفها، سلام على البرازيلي، يا سلام، بيتو، الله يعمر بيتو بالفعل، لأنه على ما يبدو بيتو هو بيتو دينيزي، وهو لاعب في أودينيزي ويسجل هذا الهدف، الهدف الثاني. أعتقد هنا كان خطأ الدفاع، تركوا بيتو، الكرة كانت أقرب للدفاع وتركوا بيتو، وبيتو سدد من مسافة بعيدة، سجل الهدف الثاني. هاي شوف الدفاع أقرب، ودفاع تركها لمدافع آخر، مش معقول، كونيا ميلو، مباراة كبيرة والمدرب يريد أن ينفذها، ونفذها بنجاح. لا والله، لعبها على اليمين بقدم اليسار ورفع الفارق، أودينيزي 3 كاتانزارو 1، يمضي أودينيزي أكثر فأكثر نحو الدور القادم، اسمه دور 32، لأنه حيكون في 16 فائز من هذا الدور. عملية تهيئة وانفراد، لوكا يراوغ، لوكا، وماذا تفعل يا لوكا؟ يفعل خيرا ويسجل 4-1، يفعلها لوكا، ينفرد، لم يراوغ الحارس بل لعبها طبعا جانبية وعلى يساره دون أن يحتاج إلى أن يراوغ الحارس، ورابع الأهداف بالنسبة لأودينيزي. أعتقد هذا الهدف ينهي الأمور تماما، نعم.